تعالوا بقى نعرف تفاصيل الرياضه بشكل عام مع نهوان. صحيح، الجوله الرياضيه بتاعتنا وجريده اليوم هي هتبقى اليوم السابع مع مراسلتنا نورهان طمان. ويمكن انا ونورهان امبارح كنا بنتكلم في التليفون وقلنا خلاص تعالوا بقى ندخل ننام عشان احنا عندنا شغل بدري. فبصبح عليك يا نورهان في البدايه وقولي لنا كده اخر الاخبار معاك، اتفضلي. صباح الخير يا نهوان، وصباح الخير يا كريم، واوعوا تروحوا اسكندريه من غير يعني من غيرنا. ماشي، شوفي يا ست الكل، احنا هنا منا مقر جري. لا لا هنزعل جامد بجد. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع زي ما عودناكم هنطلعكم على ابرز واهم الاخبار الرياضية. ولكن كمان قبل ما نروح لاخبارنا خلينا نفكركم بابرز مباريات اليوم. النهاردة في الجولة التسعة لمسابقة الدوري المصري، انبي هيواجه البنك الاهلي على استاد بتروسبورت، ووادي دجلة هيواجه الجونة على استاد خالد بشارة الساعة 2:30. اما بقى على الصعيد العالمي ففي الدوري الاسباني والجولة 20 اوساسونا هيواجه غرناطة الساعة 3 العصر، وإلتش هيواجه برشلونة الساعة 5:15 مساء، وسيلتا فيجو هيواجه إيبار الساعة 7:30 مساء، وأتلتيكو مدريد هيواجه فالنسيا الساعة 10. أما بقى في دور ال 32 لكأس الاتحاد الإنجليزي فعدة مباريات هامة أيضا النهاردة. تشيلسي هيواجه لوتن تاون الساعة 2 الظهر، وفولهام هيواجه بيرنلي الساعة 4:30 مساء، وبرنتفورد هيواجه ليستر سيتي الساعة 4:30، ومانشستر يونايتد هيواجه ليفربول الساعة 7 مساء، وإيفرتون هيواجه شيفيلد وينزداي الساعة 10 مساء. أما بقى في الأسبوع 19 للدوري الإيطالي فيوفنتوس هيواجه بولونيا الساعة 1:30 الظهر، وجنوا هيواجه كالياري الساعة 4 العصر، وهيلاز فيرونا هيواجه نابولي الساعة 4 العصر أيضا، ولاتسيو هيواجه ساسولو الساعة 7 مساء، وبارما هيواجه سامبدوريا الساعة 10:15 مساء. نروح بقى لأول أخبارنا من موقع وجريدة اليوم السابع. اتحاد الكرة يتراجع ويبدأ إجراءات استلام شحنة الكرة الموحدة وملابس الحكام. تراجعت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة عن قرارها بعدم استلام شحنة 2000 كرة و300 طاقم للحكام من الشركة الراعية، وده طبعا بعد تعطل الشحنة في مطار القاهرة لمدة أسبوع. وكانت اللجنة الثلاثية يعني رفضت استلام الشحنة بعد ما اللجنة الخماسية بقيادة السيد عمر الجنايني، اللجنة الخماسية طبعا اللي كانت بتدير اتحاد الكرة في السابق، كانت اتفقت مع الشركة الراعية على 2000 كرة و300 طاقم للحكام بخصم 70% لاتحاد الكرة، ولكن مؤخرا اللجنة الثلاثية تراجعت عن قرارها وقررت استلام الشحنة. ومن موقع كورة، طاقم تحكيم مصري لمباراة تونس والجزائر. أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة تونس والجزائر تحت 17 سنة، والمباراة اللي هتكون مؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في المغرب إن شاء الله، وده هيكون بقيادة الحكم المصري محمد أمين عمر وبمساعدة أحمد حسام طه وهاني عبد الفتاح وإبراهيم نور الدين حكم رابع. ومن سكاي نيوز بقى نروح لنجمنا المصري محمد صلاح. رغم حصده جائزة جديدة مع ليفربول، صلاح الوضع ليس رائعا. يمكن نجمنا المصري محمد صلاح بيعيش يعني أيام في وضع من التخبط بنسبة كبيرة جدا داخل قلعة أنفيلد، خصوصا كمان مع بعض النتائج السلبية للفريق. وقال محمد صلاح رغم حصوله على لاعب شهر ديسمبر الماضي أو أفضل لاعب في ليفربول في شهر ديسمبر الماضي، إلا أن الوضع داخل ليفربول ليس هو الأفضل على الإطلاق. وكان محمد صلاح شارك في ديسمبر في 8 مباريات، سجل من خلالهم 6 أهداف وحصل على لقب أفضل لاعب في الفريق بعد ما حصل على هذا اللقب أيضا زميله السنغالي ساديو ماني في سبتمبر الماضي. ومن موقع في الجول، أستون فيلا يفوز على نيوكاسل في ليلة عودة تريزيجيه. عاد نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه لصفوف فريقه أستون فيلا، واستطاع التغلب على نيوكاسل بهدفين دون رد في المباراة اللي كانت مؤجلة من الجولة 11 للدوري الإنجليزي. محمود حسن تريزيجيه كان غاب عن فريقه في 7 مباريات الماضية ما بين إصابات عضلية وما بين إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأخيرا بقى على المستوى العربي، الأهلي يخسر السومة 14 يوم. أعلن نادي الأهلي السعودي خسارته للنجم السوري، خسارته لجهود النجم السوري عمر السومة لمدة 14 يوم بعد تعرضه أو تأكد إصابته بمزق في العضلة الضمة اليسرى. وهيكون اللاعب والنجم السوري هيغيب لمدة تتراوح ل 10 أيام ل 14 يوم،
وهيغيب عن المباراتين المهمين جدا لفريق الهلال امام الوحده والباطن في الجوله 16 و17 للدوري السعودي. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من موقع جريده اليوم السابع. شكرا لكم جدا واعود الى الاستوديو. واحنا كمان بنشكرك انا وكريم جدا، استفدنا واكيد الجمهور كمان استفاد. شكرا ليك يا نورهان، ميرسي.